اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الاعزاء في حلقه جديده من برنامجكم استديو الاخباريه، معي انا عزام العبيد في تقديم هذه الحلقه وهذه الجوله المنوعه لارضاء رغباتكم جميعها. بدايه مع اخبار مناطق مشاهدينا، والخبر الاول تحت عنوان هيئه المهندسين تمنح طلاب كليات الهندسه وحديثي التخرج دورات مجانيه. هذا الخبر الجميل يعلق عليه الدكتور جميل البقعاوي رئيس مجلس اداره هيئه المهندسين. حياك الله دكتور جميل، اهلا وسهلا. حياك الله. هلا، أمسيك بالخير. مساك الله بالخير والسادة المشاهدين والزملاء المهندسين في المملكة. يا أهلا وسهلا دكتور جميل. يعني من العنوان وش تقدر تقدم لنا تفاصيل؟ أتوقع أنا ما سمعت المقدمة، بس أتوقع تتكلم على أنه هيئة المهندسين تمنح طلاب كليات الهندسة وحديثين التخرج كذلك دورات مجانية. في الحقيقة يعني لا يخفى عليكم أخوي أهمية تحسين وتطوير مخرجات القطاع الهندسي في البلد وتأثيره على اقتصاد البلد. فاقتصاد أي بلد في العالم تجد مرتبط بقوة وكفاءة المهندسين. فنحن في الهيئة السعودية المهندسين وإيمان بأهمية هذا التطوير ورقي المهندس ورفع جميل. وزيادة كفاءة مهندسين واكسابهم المهارات سواء الفنية أو المهنية، قدمنا العديد من البرامج التدريبية، سواء برامج مدعومة من الهيئة السعودية للمهندسين، وحديثا أطلقنا برامج مجانية للمهندسين حديثي التخرج وطلاب الهندسة. طبعا البرامج اللي أتكلم عنها يعني سعرها في السابق وتقدم عن طريق معاهد 5000 إلى 8000 ريال، الآن نقدمها للمهندسين السعوديين حديثي التخرج وطلاب الهندسة مجانا، أو المهندسين الآخرين اللي عنده خبرة بمبلغ 200 ريال فقط. جميل. للمهندس السعودي و800 ريال للوافد. جميل. طبعاً برامج، لما أتكلم عن برامج تشمل برامج تبدأ من برامج حديثي التخرج، برامج هندسية عامة لأي مهندس، برامج تخصصية، فتعرف الهندسة تخصصات مختلفة، فكثير من التخصصات نقدم لها برامج خاصة لها. كذلك أطلقنا قريباً أو حديثاً الدورات الإلكترونية، وهي اللي تقدم عن بعد، يعني المهندس في بيته يستطيع يطور نفسه. طبعا برامج هذه غالية جدا ومتعوب عليها، أو ما يسمى بالإيليرنينج باللغة الإنجليزية التعليم الإلكتروني. جميل. كذلك من الأشياء اللي قدمناها، وإن شاء الله هذه راح يكون لها إن شاء الله تأثير قوي على مخرجات القطاع الهندسي، دورات في كود البناء السعودي، يعني تضمن جودة، يعني لضمان جودة مخرجات القطاع الهندسي في البناء ولا غيره. كود البناء السعودي موجود لكن لم يفعل حتى الآن. فحنا قلنا ناخذ خطة استباقية وندرب المهندسين، وأطلقنا البرنامج بسعر رمزي جدا زي ما ذكرت 200 ريال ومجانا للطلاب حديث التخرج، والحمد لله في إقبال كثير، وإن شاء الله أنه يكون تأثير على المدى القريب والمدى يعني البعيد. كذلك يعني لا ننسى أخواتنا المهندسات، أطلقنا برامج خاصة للمهندسات تقدمها مهندسات سعوديات لمهندسات سعوديات، والحمد لله كان إقبال جيد عليها، ويعني كفاءات عالية شاركوا فيها. حلو. وش التخصصات اللي أنتم غطيتوها دكتور جميل؟ أنت ذكرت أنه طبعا كلنا نعرف أنه الهندسة سواء في مراحل الدراسة في السعودية أو حتى في الجامعات الخارجية أنه هي طبعا تخصصات، يعني في الهندسة المدنية في الهندسة المعمارية، وطبعا تطول كهربائية وميكانيكية وما إلى ذلك. طبعا وش التخصصات اللي أنتم غطيتوها من خلال الدورات هذه؟ والله غطينا كافة التخصصات زي ما ذكرت. جميل. تتكلم على الدورات اللي يحتاجها المهندس أو المهارات العامة اللي يحتاجها المهندس، إلى تخصصات دقيقة سواء هندسة ميكانيكية أو هندسة كهربائية أو إنشائية أو مدنية أو غيره. يعني في الحقيقة أنا أحب أذكر يعني الأرقام، يعني في بداية 2016 حتى الآن بداية السنة هذه استفاد من هذه البرامج اللي ذكرتها أكثر من 5000 مهندس ومهندسة. طبعا اتوقع العدد يعني بنهايه السنه قد يصل الى اكثر من 8000 مهندس. جميل. ويمكن اكثر، لاننا في الحقيقه لاحظنا في الهيئه السعوديه للمهندسين بعد اطلاقنا لعديد من المبادرات خلال السنه يعني الماضيه او السنه ونص الماضيه منذ تولي هذا المجلس الهيئه، اطلقنا عديد المبادرات مثل التدريب الهندسي المجاني المدعوم، تامين طبي قدمناه للاعضاء المهندسين وأشرهم، يعني تأمير طبي مغري جدا، وكثير من المنافع العضوية. ازداد العدد، يعني قبل سنة ونص كان العدد، عدد المهندسين المسجلين في الهيئة السعودية للمهندسين، أنا أتكلم عن الأعضاء الأساسيين اللي هم سعوديين، 9000 مهندس، الآن بعد سنة ونص وصل العدد إلى 17
ألف مهندس، يعني نتكلم عن تقريبا تضاعف. طبعا أنا أتكلم عن 9000، هذا كان خلال 12 سنة ماضية، الآن خلال سنة ونص تضاعف العدد. وهذا حقيقة هذا مؤشر إيجابي يضع علينا يعني كثير من المسؤولية أننا نقدم أكثر، سواء للمهنة الهندسية أو سواء للمهندس، سواء السعودي أو الوافد، المكاتب الهندسية وكذلك البنية التحتية في الهيئة السعودية للمهندسين. وهذه جميع الأشياء اللي ذكرتها ضمن خطة اسميناها خطة التحول الاستراتيجي، متوافقة رؤية المملكة 2030. الله يقويكم دكتور جميل ويعطيك العافية على هذه التفاصيل الجميلة، وشكرا جزيلا على المشاركة معنا اليوم والحديث اللي طبعا أفادنا كثير. مشاهدينا، خبرنا الثاني بعنوان وزارة العدل تدشن البوابة الإلكترونية لمركز ذكاء الأعمال، ومعنا دكتور صالح المقرن الوكيل المساعد لتقنية المعلومات في وزارة العدل. حياك الله دكتور صالح، يا هلا وسهلا، مسك بالخير. يا هلا، هلا وسهلا. مركز ذكاء الأعمال، وش هو هالمركز؟ كثير ناس يتساءلون. هلا وسهلا، حياك الله اخوي عزام. حياك الله، الله يسعدك. الله يحييك، انا صراحه سعيد جدا بتواجدي بينكم هذا المساء صراحه. الله يسعدك. في قناه رايده من القنوات الاخباريه. الله يسعدك. انا اختصر لك اخوي عزام بمركز ذكاء الاعمال الذي تشرفنا بافتتاح معالي الوزير الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وزير العدل بالامس لهذا المركز. المراكز الذكاء الاعمال طبعا اللي تتكلم اللي هي البزنس انتليجنس هي عبارة عن تقريبا منظومة رقمية متكاملة. هذه المنظومة تقدم نظرة شاملة عن أداء أي عمل في أي جهة. طبعا هي تتكلم عن الوضع الحالي لهذه الجهة ولهذه المنشأة. جميل. أيضا تتكلم عن الأداء في الماضي وتقييمه وإصلاح بعض الخلل الموجود في الأداء في الفترة الماضية. كذلك هي تساعد في التنبؤ المستقبلي. طبعا جميل. كل هذه المنظومة هي تتكامل من خلال جمع واستقراء للعمليات التي تتم بشكل يومي وآني في المنظومات الرقمية والأنظمة الإلكترونية وأيضا بشكل لحظي. جميل. نعم أخي عزام. وش راح تقدم يعني وش الفائدة المرجوة من مركز مثل هذا المركز دكتور صالح؟ ممتاز، سؤال جيد صراحة. يعني الهدف من إنشاء هذا المركز بالنسبة لنا في وزارة العدل، وأنا أتكلم الآن أستذكر توجيهات معالي وزير العدل الدائمة، أننا نحقق عدالة ناجزة. أيضا نهدف إلى أن نيسر للخدمات العدلية طبعا للمواطنين والمقيمين على حد سواء، من خلال رفع أداء المحاكم وكتابة العدل طبعا وكافة الجهات العدلية اللي تكون يعني مربوطة في مركز ذكاء الأعمال. طبعا عندما يكون مركز ذكاء الأعمال يعني مربوط في جميع الجهات العدلية، بالتالي هذا يساعدنا في أننا نساعد على احترافية العمل، وهذا الدورة طبعا سيزيد من الجودة المقدمة للمواطن والمقيم على حد سواء. يلا جميل، الله يقويكم يا دكتور صالح. الله يقويكم ويعطيك العافية على المشاركة. شكرا جزيلا. الله يعطيك العافية. الله يسلم عمرك. الله يعطيك العافية. حياك الله. هلا. يا هلا وسهلا، حياك الله. مشاهدينا، خبرنا الثالث وعنواننا الثالث هو 5000 ريال حد أدنى لرواتب السعوديين في التأمينات أو المسجلين في التأمينات الاجتماعية على طاولة مجلس الشورى. ينضم إلينا عبر الهاتف للتعليق على هذا العنوان وعلى هذا الخبر الأستاذ خلف الخميسي، نائب مدير تحرير صحيفة اليوم. حياك الله أستاذ خلف، يا أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا، يسعد لي مساءك ومساء السادة المشاهدين. ومساءك يا رب. أستاذ خلف، من العنوان يعني أنت رجل صحفي وقبل أن تكون صحفي أنت مواطن، وش تعليقك على هذه النقطة؟ حد أدنى 5000 ريال، الحد الأدنى الآن كم؟ 3000 ولا لا؟ الآن صحيح 3000، يعني الخبر كما سألتني الخبر مفرح أنه يكون كحد أدنى للمواطنين مبلغ 5000 ريال، خاصة حنا نتحدث عن الفترة الحالية ويعني كل شيء اللي حولنا غالي، على رغم الأسعار اللي موجودة خارج البلد، على رغم الانخفاضات في اسعار المواد الغذائيه صح. وغيرها، الا ان عندنا جالس ترتفع عكس ما يحصل في الخارج نهائيا. يعني تكلمنا على السلع الاساسيه، تكلمنا على الارز، تكلمنا على الدجاج، تكلمنا على الزيت، تكلمنا على الحليب، تكلمنا كذلك على اللحوم، كلها في الخارج انخفضت، الا عندنا ما شاء الله الى الان جالسه ترتفع. نعرج على موضوع راتب 5000، يعني هي فكره جيده وكما يعني طرحها عضو مجلس الشورى. لكن يعني دعنا نتحدث من جانب آخر. يعني هم الآن طرحوا الفكرة أنه والله راتبك لابد أن يكون 5000 ريال، لا
لكن نسوا انه الان اذا انا كان راتبي 5000 ريال انه التامينات الاجتماعيه تنقص مني شهريا 5000 ريال 500 ريال. قس على ذلك ال 500 ريال، انت تتحدث يعني على خبره ممكن 35 الى 40 سنه، اذا ممكن متوسط الموظف بدا عمله في عمر 20 سنه الى عمر مثلا 60 سنه اللي هو سن التقاعد. في بعد ال 60 سنه يعني الاستفادة قليلة جدا من عملية المبلغ المحصل مني على مدى 40 سنة. ليس هنا المشكلة، المشكلة برضو أنه إذا توفي الأب أو توفي الأم، يعني الأبناء لا يستفيدون من وظيفة الأم أو من المبالغ التي تخصم من الأم، نظير أنه والله الأب يعني يصرف لراتب، يعني العائلة الآن يصرف لها راتب واحد، حتى إذا كانت الأم يعني توظفت ويعني واستمرت في العمل وتقاعدت على سنة تقاعدية، سواء خبرتها 30 سنة خبرتها 40 سنة، لكن مستحيل أنها تدخل أو أن أبنائها يستفيدون من التأمين. يعني الآن أنت تعطيني خيارات كويسة، تعطيني خيار أنه والله أنا كموظف سعودي أنه أنا أستلم راتب 5000 ريال، لكن أنت الآن ألزمتني من جهة أخرى، ألزمتني في عملية العشرة في المية اللي يتحملها أنا، 9% تأمينات وواحد في المية سالس، نفس المبلغ تتحمل الشركة اللي هو 10% 9 تأمينات وواحد سالس. يعني أنت الآن التأمينات الاجتماعية أخذت من راتبي 20% شهريا. أنت لك الحسبة أن تتخيل على مدى 40 سنة من راتبي ويحصل منها 20% كم الحصيلة. يعني أنا لو أني بأخذ لي قطعة أرض بداية مباشرتي للعمل وعمري 20 سنة، بعد 40 سنة عند سنة التقاعد عمري 60 سنة، الأرض اللي أنا أخذتها بمبلغ 20 30 40 ألف ريال، لكن تتخيل بعد 40 سنة كم قيمتها. صح. إذا رحت من الجهة الثانية، المبلغ اللي جلس يأخذون منه التأمين الاجتماعي 500 ريال 600 700 حسب راتبي اللي هو 10%، هو 10% إضافية يأخذونها من الشركة هذا من القطاع الخاص. في نهاية المطاف بعد 60 سنة أنا راح يجيني راتب تقاعدي 3000-4000 ريال. طيب هل راح يستمر الراتب يعني بعد عمر طويل؟ احنا نتكلم على متوسط الأعمار لدينا في المملكة العربية السعودية. هل هذا والله أنه راح يستمر 40-50-60 سنة قدام؟ مستحيل. في مشكلة ثانية اللي هي عندنا الآن التحايل شركات التأمين. يعني احنا عندنا برضو عندنا الآن السعود الوهمية فيما يخص التأمينات، وهناك برضو تحايل على التأمينات يعني بتحويل رواتب الموظف. يعني الآن الجهات يوم أن الآن سواء في السعود الوهمية أو القطاعات الثانية، يوم أن توظف السعودي بثلاث آلاف ريال علشان والله هي تقل نسبة ما تدفعه عن كل موظف. إيه يعني الآن هل تعلم أنه برضو في سعوديين على رأس العمل رواتبهم تزيد عن 5000 ريال لكن في التأمينات مسجلين بمبلغ 3000 صح ريال؟ علشان صح هذه موجودة فعلا. علشان التأمينات الحد الأدنى في التأمينات 3000 ريال عشان والله أنا 300 بدل ما أدفع 500. أستاذ خلف أنا ممكن أسألك سؤال هو شوي قانوني بس أنا قد يكون عندك فكرة، وإذا ما عندك فكرة طبعا ممكن نسأل أحد القانونيين. إذا كان في موظف في أحد الشركات مسجل في التأمينات الاجتماعية على أنه راتبه مسجل على أنه راتبه 3000 ولكن في الواقع هو يستلم 6000، هم سجلوا 3000 ليه؟ عشان طبعا تصير الرسوم أقل. هل يستطيع أنه يقدم شكوى في النهاية على الشركة؟ هو إذا كان راضي فهذا الموضوع يخلص. هو إذا كان راضي فهو الخسران في النهاية، هو الخسران. إيه؟ وفي النهاية سواء راضي أو مو راضي، هو في النهاية هو عارف الراتب، عارف الراتب اللي في الشهر، وعارف النسبة والتناسب كم راح يحسن منه، وعارف إن في نهاية الشهر كم راح تحسن من التأمينات الاجتماعية. لكن في حالة تلاعب المؤسسة والمنشأة التي يعمل فيها وهو ما عنده علم، يقدر يرفع شكوى في هذا الموضوع، والشركة تقوم بدفع الفرق طيلة السنوات التي تلاعبت في مرتبة أو قيمة الراتبة. طيب جميل أستاذ خلف، شكرا جزيلا على المشاركة وعلى التعليق، يعطيك العافية. مشاهدينا بكذا أخبار المناطق انتهت، رح ننتقل إلى قضية اليوم.